والله انت قطعه بيا قطعه ما يعلم بيها الا ربنا. المهم طمنيني عامله ايه مع رجائي؟ تلمي بقى يا ولية. انت حاجه بتطمن يعني لسه بيقول؟ يا اختي لسه بيقول. انا بقى اللي ما بقتش قادره استحمل الحياه دي خالص بجد والله. حياه ربنا لميا كل حاجه وحشتني، البيت وحشني، الولاد وحشوني، وانتي قاطعه بيا جدا، كل حاجه وحشتني، حتى الشغل وحشني. عارفه انا بفكر جديا بقى ان انا اقطع الاجازه وارجع انزل الشغل عشان اريح نفسي شويه. ايوه بدل ما ياكل ودانك. هو بصراحه صعب قوي، الله يكون في عونك. قوي قوي يا لميا، صعب صعب مش ممكن. من اول ما يصحى من النوم يحط الفيشه ويبدا زن زن ور ور يرغي يرغي من حكايه لحكايه ومن حدوته لحدوته، ما بيفصلش ما بيفصلش لغايه ما ينام. معلش عشان لسه في الاول بس. والله انا كنت فاكره زيك كده، قلت يمكن في الاول بعد شويه هتعود، لكن لما بيجيني الصداع ما ببقاش طايقه وما ببقاش قادره، بس عرفت الحل. هو طيب قوي وابن حلال وبيحبني، اعمل كوبايه شاي واسبرينتين عشان اقدر اواصل. تضحكي على ايه؟ تضحكي على ايه لما بس والنبي. سبحان الله، انا مش عارفه انا عملت ايه في دنيتي، من راجل ما بيسالش فيا ولا بيبص عليا لراجل مش سايب لي فرصه، طول الليل والنهار بيلف ورايا في البيت، بيلف ويزور ويزن. ايه ده؟ زي الدبان الصحراوي الازرق؟ مش معقول، ده مش عايز يسيبني اروح الحمام، عايز يجي معايا الحمام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اسكتي اسكتي يا لميا، كله كوم. ولا اسمعي دي بقى، من كام يوم نايمين صحيت فتحت عيني لقيته نايم، قلت الحمد لله. قومي يا لولا بدري كده وسحبي، وسحبت ورحت المطبخ وعملت كوبايه شاي وقلت اخد جنبها بقسماطه واقعد كده اروق نفسي، وشلت كوبايه الشاي وبتدور كده وما تقوليليش. عفريت العلبه. اكتر عفريت العلبه ايه؟ ده لابس لي جلابيه هندي وقلبي يعمل لي مفاجاه. لا لا والله العظيم انا صرخت وكنت هموت خلاص، ويقول لي هدي نفسك خدي نفسك، مش قادره مش قادره امسك روحي. ظريفه ودمه خف. يا اختي ربنا يوعدك بك خف الدم. كفايه حرام عليكي، بطني هتوجعني من الضحك. انت بطنك توجعك من الضحك، انا خلاص دماغي فشقت من الكلام. وفجأة لقينا الطيارة بتعمل دي 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 دي، كأنك راكبة عربية وفردتين كاوتش ناموا دي 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 دي. ساعة ونص والطيارة عمالة تعمل دي 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 دي. تجيب انت بقى اعصاب منين؟ ايه؟ تخيلي. تخيليها انت بقى تجيبي اعصاب منين؟ تخيلي. حاضر. طب بس بعد اذن حضرتك ثانيه واحده. اتفضلي. ممكن لو سمحتي تطلعوا تقعدوا مع عمه عشان انا معادي نوم فات من زمان. وطي صوتك وطي صوتك، الراجل يسمعنا يقول ايه؟ عيب. طب لو سمحتي يلا. تعالي يا امي، تعالي يا حبيبتي عشان خاطري، تعالي سلمي عليه. سلام لله. يلا يلا عشان الراجل ما يزعلش. طيب ماشي. يلا يلا لو سمحتوا. يلا قومي يا لم. يا باي عليكم، انا كنت قاعده ومبسوطه وبضحك. يلا بقى اتفضلي اطلعي. استنوا عليا. يلا همي نفسك كده شويه. احطها قدامي. ايوه ايوه اطلعي. انا لازم امشي. ليه؟ خليكي. ما معيش هدوم كفايه علي. انت زهقتي؟ لا خالص بالعكس، كانوا يومين فشاخ. فشاخ. طب خليك شويه. لا لازم امشي، انا هقوم بقى.